هذا وأكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة أن النظام القطري قطع صلته بالإجماع العربي وحول نفسه إلى عدو للدول والشعوب العربية عن طريق إقحام نفسه في مؤامرات خطيرة على الدول العربية وفي مقدمتها دول الجوار. طبعا أتصور أنه لم يعد هناك من منطق في مسألة وجود علاقة للنظام القطري بالإجماع العربي. النظام القطري قطع صلته بالإجماع العربي من زمن، ويعني على العكس حول نفسه إلى عدو للإجماع العربي وعدو للدول العربية وعدو للشعوب العربية، وأقحم نفسه في عملية مؤامرة عميقة جدا وخطيرة على مختلف الدول العربية وفي مقدمتها جيران النظام القطري في المنطقة، البحرين من بين هذه الدول، المملكة العربية السعودية، الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة. جميع هذه الدول تعرضت إلى مؤامرات من قبل النظام القطري، طبعا هذا فضلا عن باقي الدول العربية الكبرى مثل جمهورية مصر العربية، مثل ليبيا، مثل سوريا. لم تبقى دولة عربية اليوم إلا وكان النظام القطري ضالعا في يعني مؤامرة ضد حكومات هذه الدول، وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى يعني تدمير مقدرات هذه الدول وتشريد شعوبها إلى آخره. وكان من يعني من الجميل جدا أن الدول العربية تمكنت من تضرب المخططات القطرية في مقتل منذ العام 2013 من خلال سقوط تنظيم الإخوان المسلمين الذي حاول السيطرة على الحكم في جمهورية مصر العربية، هذا فضلاً عن إسقاط المؤامرات القطرية في بقية الدول. لذلك الحديث عن إجماع عربي يكون النظام القطري جزء منه بات أمراً يعني غير منطقي في الواقع أن نتحدث عنه.